وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. تعجيلا لفرج المولى صاحب الأمر والزمان ورعايته لنا بخفي ألطافه ولقبول المجلس وقضاء الحوائج وشفاء المرضى، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الحديث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن هذه الليلة هي ليلة ولاية العهد، يعني ذكرى ولاية العهد للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذه المناسبة أو هذا العنوان الذي شغل بال الكثير من الناس، كيف الإمام المعصوم يرتبط بحكومة ظالمة جائرة، حكومة المأمون العباسي، ويكون ولياً للعهد. هذا الموضوع طبعاً ذكرناه مفصلاً بالسنين التي مضت، يعني بالخصوص موضوع ولاية العهد، وقد يأتينا تباعاً في نهاية المجلس تعريج على بعض النقاط في ولاية العهد، ولكن يهمني في هذه اللحظات أن نبدأ بداية سريعة عن مولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الرضا عليه السلام ولد سنة 150 للهجرة على جملة من الروايات، وهناك روايات أخرى تقول ولد سنة 148، وهناك روايات أخرى تقول ولد سنة 152. على اختلاف الروايات، الآن جنابك سمعت 48، 50، 52، ظاهرة ملفتة في تاريخنا الإسلامي بموضوع الولادات والوفيات، شيء ملفت، وهذه القضية مع كل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، إلا ما ندر أن يكون هناك تاريخ محدد، عنوان محدد للولادة أو الوفاة. أما بشكل عام كل إمام من أئمتنا عليهم السلام أكو جملة من الروايات بالولادة والوفاة، يعني هذه الذوات المقدسة، الذوات المرتبطة بالله عز وجل، خير الناس أفضل الناس، وهناك اختلاف بولاداتهم ووفياتهم. هذه الحالة أو هاي الظاهرة هي ظاهرة إنسانية، يعني ما تخص المسلمين فقط، هذا الاختلاف اللي دشوفه وإلى يومنا هذا، يعني منذ الصدر الأول للبشرية إلى يومنا هذا، التعدد بالأقوال. كل قضية الآن، حتى إحنا، حتى زماننا، أيامنا اللي دنعيشها، إيش قد التطور اللي موجود، التقدم العلمي، الأرشفة، التاريخ، إيش قد متطور، كل قضية من القضايا تلقون إلها أكثر من رواية. الآن جنابك إذا صار فد أمر خارج الحرم الشريف، يعني خارج المقام، وتسأل اللي دا يدخلون تقولهم شنو اللي صار، تأخذ 10 عينات تسألهم عما حدث خارج الحرم، تجيك 10 روايات. الآن إحنا وين بيا زمان دنعيش؟ متقدم، دقة في نقل المعلومة كما يعبرون. مع ذلك قلت لك الآن قضية، خلي 2 يتعاركون الآن برا، واسأل اللي داخلين قولهم شنو اللي صار، تسمع 10 روايات مختلفة. فكيف بذاك التاريخ اللي كله مشحون وهناك أغراض مخفية ما تعرف خلفية الأمور؟ ممكن جزء من نتاج هذا الأمر تعدد الروايات في الولادة والوفاة، ممكن الاشتباه، واحد يسألوه يقولوا له يمتى ولد الرضا عليه السلام، باعتباره مؤرخ يقول 150، سأله الثاني يقول لا 148، سأله الثالث قال 152، وهكذا. وأكو قسم ثاني لا، يعني أكو قسم الأول هو مشتبه تردد من عنده، أكو قسم آخر مغرض لتشويه الحقائق. من هنا تجد تاريخنا الإسلامي موبوء بهالقصص، تجد أحداث وأحداث، قصص وقصص، مثلاً معنونة
لأهل البيت عليهم السلام وما تصدر من غيرهم. يعني أكو قيم ومبادئ وأخلاق هي سلوك أهل البيت عليهم السلام، طريقتهم بالتعامل، ثوبهم بالتعامل. إجا تاريخنا الأسود اللي هو التاريخ الإسلامي بدأ يشيل هالقصص هالقضايا المعينة ويدمجها لأشخاص آخرين لا يمتون لهذه القيم بصلة. على أي حال، أم الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانت من بلاد المغرب كما تذكر الروايات، وبعض الروايات تبين أنها كانت أمة، وهذه القضية أيضا ملفتة في واقع الأمر. اتصوروا هذه الثلة من الناس، يعني أهل البيت عليهم السلام اللي هم سادة الأمم وسادة المسلمين، أئمة المسلمين، تصوروا أغلب أئمة أهل البيت عليهم السلام زوجاتهم إماء. وهذه قضية تخلينا نفكر وندقق بالأمر، لماذا؟ مع أنه أي شخص من أهل البيت عليهم السلام إذا يريد يتقدم لأي امرأة يكون شرف للمقابل أن يقترن بهم الإمام صلوات الله وسلامه عليهم. فاشمعنا الأئمة عليهم السلام أغلب زوجاتهم من الإماء؟ طبعاً العلماء يبينون جملة من الأهداف اللي كان يتوخاها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بها القضية. أولاً موضوع امتزاج الدماء، لأن أغلب الإماء اللي أخذوهن أهل البيت من بلاد بعيدة، من أفريقيا، من المغرب، من بلاد فارس وما شاكل. فموضوع امتزاج الدماء عامل مهم وفيه نتائج إيجابية كبيرة على الفرد وعلى المجتمع، يعني على الجيل القادم. هذا واحد. اثنين، أكو قضية اجتماعية حساسة كان ملتفت لها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهي أن ذولا بعد ما فتحت بلدانهم مو الكل يعتقد أنه هذا فتح إسلامي وأجتنا خيرات الدين، خيرات الإسلام، أصبحنا مسلمين. مو الكل يفهم هالقضية. بعض تلك البلدان كان يفسرون الأمر بعنوان أنه احتلال، أن ذول المسلمين إجوا واحتلونا وأخذوا حلالنا وأخذوا مالنا وأخذوا ممتلكاتنا وما شاكل ذلك. فتبقى النفوس مشحونة. لاحظوا دقة أهل البيت عليهم السلام بالتعامل مع الآخرين. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه من دا يقترن بالآخرين دا يفتح أفق اجتماعي كبير للأمة الإسلامية. أولاً الإمام مو شخص عادي، مو إنسان عادي، والآخرين تلك البلدان يعرفون أن هذا رمز، رمز الأمة، هذا ابن رسول الله، ويأخذ منهم نساء يتزوجهن وأولادهم يكونون من هذه النساء. هذا الأمر يقيموه تقييم اجتماعي كبير، فيخفف الشحناء بقلوب تلك الأمم. وبالفعل هذا هو اللي صار. من هنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم عملوا على هذا الجانب بشكل ملفت وكبير. ولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في المدينة المنورة، مكان جده المصطفى صلى الله عليه وآله. هذه المدينة اللي تعتبر مآل أهل البيت عليهم السلام وذكريات أهل البيت عليهم السلام، وبكل مكان هناك ذكرى لهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه مسألة أؤكد عليها ويجب أن نلتفت إليها. عندما أقول بكل زقاق وبكل مكان هناك ذكرى لآل محمد في المدينة المنورة، أقصد أمر، لأن اليوم المسلمين أيها الأحبة، وأقولها بصراحة وبألم، اليوم الأمة الإسلامية من تجي لأهل البيت عليهم السلام يتعاملون معاهم تعامل على أنهم غرباء وقروا التاريخ،
التاريخ مرير، التاريخ أسود، التاريخ فيه غبن واضح وكبير لهذه الثلة الطيبة، وهذا الأمر مبرمج. يستحيل أن نحمل ما جرى على نية حسنة نقول لا هم هالشكل، لا لا لا، الأمر مدروس ومقصود ومبرمج لإظهار أهل البيت عليهم السلام على أنهم عنوان ثانوي. تيجي جنابك لأشخاص عاشوا بالمدينة المنورة ممكن أيام معدودة، شوف التاريخ ايش يكتب عنهم، أن ذولا أعمدة المدينة وذولا أساس المدينة، وما أريد أدخل بأسماء. بينما تيجي لآل البيت عليهم السلام تعامل التاريخ وياهم تعامل ثانوي، باعتبار أنهم طارئ على هذه المدينة المقدسة وهو مكانهم. هم تربوا بذلك البيت الذي نزل فيه الوحي ليلا ونهارا سرا وجهارا. أحمد بن حنبل يسألوه، هذا العالم الكبير، يسألوه جماعة، قالوا له ليش الجماعة إذا ذكر فلان وفلان، طبعا من الصحابة، إذا ذكر فلان وفلان يجعلوهم على أنهم إخوة لرسول الله صلى الله عليه، ينزلوهم هالشكل أن ذولا أقرب الناس لرسول الله. والأسماء يمكم، وإحنا ما عندنا مشكلة بالمناسبة إذا كان الشخص يستحق هذا العنوان على العين والرأس، ذولا أقرب المقربين لرسول الله صلى الله عليه وآله، وعاشوا التجربة الإسلامية الأولى وتحملوا ما تحملوا في سبيل إعلاء كلمة الله. ولكن المفروض أن الإنسان يتحدث بالحق، يتحدث بالواقع. فيقولوا له الأحمد بن حنبل، يقولوا له إذن ذكر فلان وفلان ينزلوهم على أنهم إخوة لرسول الله، وإذا ذكر علي ابن أبي طالب عليه السلام يذكروه من بعيد لبعيد كأنه ابن ضرة، وهذا ابن الضرة ينحب ما ينحب يعني بطبيعة الحال. فيقولوا له ليش، شنو السبب؟ قال بعبارة مختصرة، لأن علي أوسعهم أو أكثرهم علما وأوسعهم حلما. يقول هذا السبب. إذا أجينا للعليم، علي عليه السلام أعلم الناس بعد محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك في الجانب الآخر العلم اللي زين الحلم وأوسعهم حلم. يقولهم على يا أساس تردوهم يذكرون علي ابن أبي طالب ويقدموا؟ هم دا يشتغلون ليل مع نهار على ضرب هذا العنوان ما يردون، وهذا الواقع. من هنا من نجي لكل أهل البيت عليهم السلام التعامل وياهم على هذا الأساس. وإلا تعال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرضا من أسمائه المعروف بها أنه عالم آل محمد. هذه صلواتكم مو رمضانية، أنتوا برمضان وبحرم العباس وبهالمكان الشريف واستوكم فاطرين والأمور طيبة إن شاء الله على خير، صلوا على محمد وآل محمد. الإمام الرضا يلقب بعالم آل محمد مو على كبر، لا لا، منذ الطفولة، منذ الصغر، بحيث الإمام عليه السلام كان عمره 7 سنوات ويجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويفتي للناس، يأتوه الناس من كل حدب وصوب ويسألوه عن دينهم، عن معتقداتهم، عن فقههم، عن متعلقاتهم، والإمام يرد عليهم. قطعاً هذا العلم اللي احنا نتحدث عنه دائماً وأبداً، نقول هذا العلم اللدني اللي اكتسب الإمام عليه السلام عن أبيه وأبوه عن أبيه وجده عن أبيه وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا الإمام بأبيه وأمي إذا كان الموضوع موضوع تعلم، يعني درس أن يدرس، ما يلحق خلال 2 3 سنوات أن يكتسب هذا العلم كله. إحنا نعتقد
نعتقد، وهذه مو بس عندنا بالمناسبة، يعني مو إحنا ننفرد بيها، مذهب أهل البيت عليهم السلام، غيرنا عندها المسألة هذه. غيرنا شو يقولون؟ مثلا يقولون الخليفة الثاني كان محدثا، يعني تحدثه الملائكة، فعلم بهالمجال، يعني مو درس. عندهم أيضا عمر بن عبد العزيز يقولون كان محدثا، أيضا علم بهالجانب. وهكذا يذكرون جملة من الأسماء أنه مدرسوا وكانوا من العلماء الفقهاء. فالمذاهب الإسلامية تنحى هذا المنحى وعدها هذا الرأي. احنا نعتقد بأن أهل البيت عليهم السلام، هذه الأسرة المميزة، هذا الوجود الطاهر المميز، كان علمهم لدني من قبل الله عز وجل بشكل مباشر. يقعد الإمام عليه السلام في المسجد ويجيب الناس كل بحسب مسألته. يدخل عليه يوم من الأيام واحد، وكان الإمام صغير في ذلك الوقت، يقول له: يا ابن رسول الله، ما هو الدليل على وجود الله؟ شنو الدليل على وجود الله؟ الإمام عليه السلام قال له: الدليل على وجود الله أنت دليل. قال له: شلون؟ قال له: اللي خلقك المفروض ما يموت، يكون أفضل منك. إذا خلقك اللي خلقك مثلك ويموت فهذا مو رب، هذا مو إله قطعا، اللي خلقك مو مثلك، فأنت دليل على أن هناك خالق غيرك خلقك وخلق بقية الخلق. وهكذا كانت تأتي أفواج وأفواج بمختلف الميادين والعلوم يسألون الإمام فيجيب. إلى آخر أيام حياته كان المأمون العباسي يجمع العلماء الفقهاء من كل حدب وصوب ويباريهم أمام الإمام، يسألون الإمام عن أسئلة معقدة صعبة فيجيب الإمام. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا عاش في المدينة، ترعرع في المدينة، بقي في المدينة خصوصا بتلك الفترة المأساوية التي حدثت، وهي انتقال الحكم من الأمويين إلى العباسيين. هذه هنا أعرج بكلام مختصر حول ما جرى مع الإمام صلوات الله عليه. تعلمون عندما انتقل الحكم من بني أمية إلى بني العباس، الأمور كانت معقدة بشكل مرعب، يعني أصعب فترة مرت على تاريخ المسلمين. اللي قد فترتنا هاي اللي مضت، السنين اللي مضت، سنين داعش، هي مقاربة لتلك السنين اللي حدثت في العصر الأول لبني العباس. المنصور الدوانيقي، المنصور كان نظريته شنو؟ اللي هو في بداية حكم بني العباس كان يقول الأمويين بعدهم عدلين، بعدهم موجودين، ما انقرضوا، ما ماتوا كلهم، فالأمر بعد خطر، ممكن على ساعة يعملون انقلاب ويرجعون للحكم. هذا من جانب. من جانب آخر العلويين أيضا موجودين، أهل البيت عليهم السلام موجودين ويشكلون خطر كبير على حكم بني العباس. ليش؟ لأنه بني العباس أخذوا الحكم بعنوان أهل البيت عليهم السلام، انطلاقتهم طلب الرضا من آل محمد وشعارهم يا لثارات الحسين. هالشكل انطلقوا بالبداية، كسبوا الجمهور، كسبوا الشارع، أخذوا الحكم، انقلبوا على أهل البيت عليهم السلام، فعاشوا بدوامة. من جهة بنو أمية موجودين، ومن جهة أهل البيت عليهم السلام موجودين. ولهذا كان يقول المنصور الدوانيقي، يقول: ليس لها إلا السيف، حتى نثبت الحكم، نثبت الأركان، نثبت الدعائم، ما لنا غير السيف. اللي كان يتنفس يقطعون رأسه. كانت فترة رعب بما تحمل الكلمة من معنى، خصوصا ضد أتباع أهل البيت عليهم السلام. وصل الحال بهم القتل على الهوية، يمشون بالشارع، أي شخص اسمه حيدر علي
حسن حسين، ينادون بالشوارع، يصيحون حيدر مثلا، يصيحون علي، اي شخص يلتفت يجيبوه يقطعون راسه. هالشكل عيشوا الناس برعب. يوم من الايام المنصور يرسل على حميد او حميد ابن قرطبه، قال له تعال. هذا حميد ابن قرطبه كان مرعب، كان سفاك، كان مجرم، طاغيه من عمال المنصور. دز عليه قعده، قال له تعال، انت بماذا تفدي امامك وسيدك؟ شو تقدم لي؟ قال له سيدي اقدم لك كل ما املك، اموالي. قال له هذا امر هين، مو فد شيء، غيرك هم يقدر يقدم لي هذا الامر، اريد غيره. قال له سيدي اقدم لك نفسي. قال انه هين، بامكان غيرك يقدم لي هذه الامتيازات. هذا حميد عرف الامر، عرف المنصور شو يريد. قال له سيدي اقدم لك ديني. هذا ديني بخدمتك. قال له نعم، الان جيد، الان افتهمت المطلب، انا عندي امر وياك. ادخل لهذا البيت. بني العباس ايش كان مسوين ايها الاحبه؟ كان عندهم سجون نوعين، اكو سجون عامه اللي فيها عامه الناس المخالفين المجرمين ما اعرف ايش، واكو سجون خاصه عباره عن بيوت مغلقه وفيها مجموعه من الناس، خصوصا اتباع آل البيت عليهم السلام، بسجون خاصه. قال له تعال ادخل الى هذا البيت واقتل من فيه، اصحب هذا السياف السجان، روح وياه وطبق ما يأمرك. اجا وياه، فتحوا باب غرفه من الغرف، اخرجوا 20 علوي من اولاد رسول الله، طلعهم قال له اذبحهم. قطع رؤوسهم كلهم بدون ان مترف شعره من بدنه. اجا مره اخرى فتح له باب ثاني، قال له ذولا 20 ايضا من اولاد رسول الله، اقتلهم. قتلهم. وهكذا فتح الباب الثالث، قال له ذولا 20 ايضا، اقتلهم. بساعه واحده قتل 60 علوي لا على شيء، مجرد ان يثبت ولاء للمنصور لعنه الله عليه. بعدين جاب ذولا 60 راس وخلاهم بغرفه معينه، وقفل الباب وجاب المفتاح لزوجته، قالها هذا الباب ما ينفتح الى ان اموت، الى ان اموت، منو اللي يجي وراي ذاك الوقت يفتح الباب. بعد ما أقبر تجي زوجته تفتح الباب، فرأت 60 رأس بهالطريقة المرعبة، فجن جنونها، وبعد ذلك يأخذوهم يدفنوهم إلى آخره. أتصوروا أيها الأحبة، الإمام الرضا عليه السلام عاش بهكذا أجواء. شنو من أجواء مرعبة مؤلمة، مع ذلك تصدى لتحمل التكليف الديني، تحمل تبليغ الرسالة الإسلامية. يوم من الأيام مجموعة من العلويين انقلبوا على هارون الرشيد، فهارون تأذى، أرسل على الجلودي، قال له تروح إلى والإمام الكاظم كان مسجون بالمناسبة، كان في السجن. تعلمون إمامنا الكاظم 18 سنة هو مسجون، ففي بيت نساء وأولاده ومن ضمنهم الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يقول له للجلودي حتى يشفي قلبه، يبرد نار قلبه، قال له تروح إلى بيت موسى ابن جعفر وتحرق الدار، دار الإمام على من فيه وبقية دور الهاشميين. يعني تدخل للمدينة أكو بيت لبني هاشم تحرقه حتى يشفي نار قلبه. أجا الجلودي وصل لبيت الإمام عليه السلام، كان الإمام رضا موجود، وضعوا الحطب وبدأوا يحرقون بيت الإمام عليه السلام، والإمام يتخطى في الدار ويقول الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى أن أطفئت النار. يجي الجلودي قال له بعد أريد النساء. قال له شو تريد من النساء؟ قال له أنا مأمور أن أسلب ما عليهن من حلي. قال له هذا الأمر ليس لك، ما تدخل إلى الدار وتأخذ الحلي هذا ما يصير، ابقى بمكانك، ابقى على حالك، وأنا أعطيك كلام ومسؤول على الكلام، أنا أدخل إلى الدار وأجمع ما عندهن من حلي. وش عدهن هن العلويات؟
بس شوفوا الحالة اللي كان يمر بها أهل البيت عليهم السلام، وأظنك الآن صارت بذهنك صورة كربلاء، أريد أطلع الكربلاء بعد. فالإمام عليه السلام دخل إلى العلويات وأخذ ما عليهن من حلي وأجل الجلودي أعطاه، قال له هذا اللي موجود. فانصرف الرجل. هذا الواقع اللي عاش الإمام صلوات الله وسلامه عليه، النار، أحرق الدار بالنار، والعلويات، أرعبنا بنات رسول الله، أخذنا يتخطين الدار طولاً وعرضاً يميناً وشمالاً، مرعوبات خائفات، سلبوهن ما عليهن من حلي. هنا يقولون الإمام جلس وهو يبكي، عندما سئل قال تذكرت بنات رسول الله بكربلاء، تذكرت زينب وأخوات زينب وما جرى عليهن بكربلاء. هذه كربلاء، أنت اللي قاعد بهالتربة، هذه الأرض اللي جنابك جالس عليها، ايش صار ما صار على بنات رسول الله؟ الله أكبر، لو يكشف لنا الغطاء وقطعا بقلبك الطيب الطاهر اللي مملوء ولاء لآل البيت عليهم السلام، أنت تشوف الصورة أمامك، احنا نشوف الصورة الآن، نشوف عندما هجمت الخيل على بنات رسول الله ايش صار حالهن. قسم من النساء فررنا على وجوههن في البيداء، قسم من الأطفال ما لحقوا يشردون، داستهم الخيول وقتلتهم، بعض الأطفال ما قدروا يطلعون من الخيم مرعوبين خائفين. عندما أحرقت الخيم أحرقوا بداخل المخيم. إيش صار على بنات رسول الله؟ ساعد الله قلبك سيدتي يا زينب. يا فتر خوات حسين من خيمة لعد خيمة، وكل خيمة تشب بنايا ردا ضربا الهيمة، يا الخنوية بالكفر شيمة، والسجايد جو السحبايا، يا ودمع على الوجن سالم. يقولون زينب عليه السلام احتارت بأمرها تبقى مع العائلة أو تتوجه إلى الحسين. عند ذلك يا سادة يا غيارة توجهت لأبي عبد الله، بأي حال أنا طريت الزلم والخيل والنار والنار، أنا طريت الزلم والخيل والنار، ولا تانيت يسجن عجل غباير، أخويا يا 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 إجيت عليك أشوف الصار، ما صار لقيتك على رمل ودر الرمل حار. الله، يا لقيتك على الرمال ودري يا الرمال حي جواباً يا حسين، يا ما ترى شمر الخنا بالسيوط ألم أضلعي بدموعكم بآهاتكم بحسراتكم لاستجابة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. يا الله 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 يا الله. اللهم بجاه فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، عجل فرج مولانا صاحب الأمر والزمان يا الله. إخواني الحاضرين، سادة الكرام، أخوات المؤمنات، من سألني الدعاء اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة، شاف مرضاهم لا سيما المعينين منهم المنظورين منهم، اللهم شافيهم وعافيهم بمريض كربلاء زين العابدين يا الله. تقبل منا ومن المؤسسين لهذا المأتم الشريف، واجعله ذخرا لهم يوم اللقاء إلى شرف أمواتهم وأمواتكم جميعا وأموات شيعة أمير المؤمنين، وبالأخص إلى أرواح الشهداء السعداء، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.